الأنظار تتجه نحو ولاية نيفادا واتساع الفارق بين المرشح الديمقراطي بايدن والمرشح الجمهوري ترامب مستمر فيها ولا يزال هناك 200 ألف صوت لم يتم فرزها بعد. حملة ترامب تقدم دعاوى قضائية تطعن فيها سير الانتخابات ونزاهتها وولايات تعلق فرز الأصوات وأخرى ترفض الدعاوى ومناوشات بين أنصار ترامب وبايدن في فيلادلفيا وعدد من المدن. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. إذن بعد أن توقفت معظم الولايات الأمريكية الحاسمة عن التأرجح وتلونت بالأزرق الديمقراطي أو بالأحمر الجمهوري، أربع ولايات لم تحسم الكفة بعد. واحدة من بين هذه الأربع ولايات لها أن تحسم السباق لصالح المرشح الديمقراطي جو بايدن، وهي ولاية نيفادا. فهذه الولاية تملك مفاتيح أبواب البيت الأبيض للمرشح الديمقراطي بايدن، ويبقى هذا السيناريو رهن حسم الخلاف حول مصير ولاية أريزونيا لصالح بايدن. نيفادا ترشح كفة بايدن حتى الآن، لكن الأصوات التي لم يتم فرزها بعد لها أن تقلب المعادلة لصالح المرشح الجمهوري دونالد ترامب. فبحسب CNN لم يتم فرز قرابة 200 ألف صوت. فترامب الذي يملك حتى الآن 213 صوتا ويقترب من حسم ثلاث ولايات أخرى هي بنسلفانيا، جورجيا ونورث كارولاينا، وبالتالي سيكون بحاجة لولاية نيفادا مثل بايدن. بالمقابل المؤشرات تظهر أن الديمقراطيين في طريقهم للحفاظ على الأغلبية في مجلس النواب، والجمهوريون يسعون إلى الحفاظ على أغلبيتهم في مجلس الشيوخ. إذن هل تنقلب المعادلات وتتحول الولايات الحاسمة المتأرجحة في كفة الجمهوريين، أم أن المغلفات البريدية كما يتوقع المراقبون تصب في غالبيتها لصالح الديمقراطيين؟ هذا ما سنناقشه في ملفنا الأول من هذا المساء بعد التقرير. 57 مقعدا على الأقل يحتاجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للفوز بولاية ثانية، مقابل 17 مقعدا ينتظر اقترابها منافسه الديمقراطي جو بايدن. هي لغة الأرقام التي باتت تتحدث من خلالها الولايات المتحدة وسط حالة من التوتر يستمر فيها فرز أصوات الناخبين الأمريكيين لآخر 6 ولايات، 5 منها ولاياتنا متأرجحة. مجموع ما بقي حتى الآن هو ما يقارب 60 ألف صوت. سنستمر في عملية عد الأصوات خلال اليوم حتى المساء إذا لزم الأمر ذلك. أعلم أن هناك مقاطعات كبيرة في الولاية بقيت حتى منتصف الليل، وكانت مقاطعة فولتون واحدة منها. نتوقع اجتياز هذه العملية اليوم. مزاعم المرشحين حول تقدم كل منهما في الانتخابات الرئاسية وإعلان ترامب فوزه النهائي رغم تقلص تقدمه في الولايات الباقية والتوجيه نحو تدخل قضائي في عملية الإحصاء باتت الملامح الجديدة لمعركة الانتخابات الأمريكية، معركة يشار إليها بالمسار البعيد عما وصفه بايدن بتوحيد الأمريكيين. فعلى الجانب الآخر من مشاهد السباق نحو البيت الأبيض تنكشف صورة جديدة قديمة مماثلة للكونغرس الأمريكي في توازنات ثابتة يستولي فيها الجمهوريون على مجلس الشيوخ، مقابل سيطرة ديمقراطية على مجلس النواب، انقسام يراه مراقبون العقبة أمام تشريعات تتواجد على رأس قائمة الحزب الديمقراطي. نرحب بضيوفنا الكرام، السيد مارك زين رئيس الحزب الجمهوري أو فرع الحزب الجمهوري في إسرائيل، أهلا بك. السيد مهدي العفيفي عضو الحزب الديمقراطي من نيويورك، والسيدة هبة القدسي مديرة مكتب صحيفة الشرق الأوسط، أهلا بكم جميعا. لكن قبل ذلك نتحول إلى بنسلفانيا وموفدنا إلى هناك بليغ صلاحدين. إذن بليغ، ما الصورة لديك؟ إذن فوارق ضئيلة بين المرشحين في عدد من الولايات، أطلعنا على التفاصيل.
نعم، الولايات التي نتحدث عنها الآن وتتجه إليها الأنظار هي ولاية بنسلفانيا حيث أتواجد أنا، ولاية جورجيا من غرب من هنا، وكلا الولايتين أريزونا ونيفادا. ترامب كما نعلم متقدم في ولاية بنسلفانيا، ولكن بعد فرز أكثر من 91% من الأصوات، جو بايدن يقلص هذا الفارق من 135,000 في هذا الصباح. نتذكر أنه كان 600,000 قبل يوم أو أكثر ترامب متقدم عنها، الآن 115,000 فقط، وذلك يعود للكمية الهائلة ونسبة الديمقراطيين الذين صوتوا عبر البريد. وننتظر حتى هذه الليلة من الممكن بحسب أقوال النائب العام أن يكون هناك صورة أوضح. أما بالنسبة لجورجيا، فبعد أن رفض الحاكم في ولاية، عفوا ليس الحاكم وإنما القاضي في المحكمة في ولاية جورجيا، طلب حملة ترامب بإيقاف العد يعني ادعائهم بأن كان هناك خليط بين أصوات التي أتت من طريقة تصويت الغياب وبقية الأصوات وإعادة يعني حسابها، وكأنه يرفض ذلك قاضي المحكمة وتستمر العملية بكل سلاسة. بحسب مسؤولين هناك انتهت مقاطعة فالتون في ولاية جورجيا من عد أصواتها، ولكن ما زال هناك حوالي 50,000 صوت في الانتظار لأن نعرف النتائج في هذه الليلة. نيفادا كما تحدثتم في السابق، أشير هنا فقط أن أغلبية الأصوات المتبقية في ولاية نيفادا تأتي من مقاطعة كلارك تسمى، وهي المقاطعة الأم لمدينة لاس فيغاس. نعلم أن لاس فيغاس والمدن الكثيفة بشكل عام عادة ما تصوت للديمقراطيين، عادة ما تكون أكثر ميلا إلى اللون الأزرق، فهذه أخبار جيدة بالنسبة لبايدن بعد تقدمه في هذا الصباح ب3,000 صوت على ترامب. شكرا لك بليغ صلادين موفد اي 24 نيوز. إلى هذه اللحظة انتقل إليك سيد مارك. إذن عمليا بما يتعلق بتصريحات دونالد ترامب، ترامب يقول بالتغريدة بأن بنسلفانيا حسمت الموضوع لصالحه وهذا الأمر حسم قضائيا، ألا يعتبر هذا نوع من التسرع ويزيد من الانقسام والشرخ المجتمعي داخل الولايات المتحدة؟ طيب، אז كتب أولا لم يعرض المراسل كل الأمور المتعلقة بنسلفانيا. أنا معتاد على هذه الأمور لأنه يتحدث وفق التصاريح والمعلومات في الولايات المتحدة، ولكن في بنسلفانيا الوضع هو كالتالي: لدينا فجوة بأقل من 115,000 صوت، وما زال هناك قرابة 500,000 صوت ينتظرون العد، وغالبية هذه الأصوات هي من المناطق الجمهورية من بنسلفانيا التي لم يقوموا بعد أصواتها حتى الآن، وهناك جزء من الأصوات في فيلادلفيا من الديمقراطيين ومن الجزء الديمقراطي الكبير في بنسلفانيا التي تم عدها فعلا. ولذلك وفق تقديرنا ترامب سوف ينتصر في بنسلفانيا بسهولة، لطالما هذا ما سيحدث في بنسلفانيا حتى اليوم. ربما هناك أخبار زائفة في البلاد، ولكن بنسلفانيا قررت أن تحسم اللجان، لجان الانتخابات في بنسلفانيا، وأن تدخل المراقبين الجمهوريين حتى اليوم عارضوا من أن يسمحوا لهم بالدخول وعد الأصوات. لذلك هذا الأمر هو ضد القانون البنسلفاني، والقاضية قررت أن تتيح لهم الدخول، وهذا سوف يغير الأرقام، أرقام بايدن أيضا التي حصل عليها حتى الآن. نعم دكتور مهدي، إذن في ظل وجود أكثر من 500,000 صوت لم تفرز بعد، إذن بنسلفانيا هل ستكون لصالح الديمقراطيين أم الجمهوريين كما يقول ترامب؟ في الحقيقة لابد عدم التعويل على ترامب وعلى أنصاره وعلى اليمين المتطرف، هم يريدون ترامب أن ينتصر بأي نوع من أنواع التزوير. الولايات المتحدة الأمريكية دولة ديمقراطية ونصوت بها منذ عشرات السنين، ومن قبل ترامب ومن بعد ترامب لم يحدث هذا الهرج والمرج. ما نراه هي تمثيلية
حقيقية من ترامب واليمين المتطرف لمحاولة التمسك بالسلطة بأي شكل من الأشكال، والتزوير في حتى تقارير الإعلام، وكأن العالم كله ضد ترامب، كأنه يعني المنقذ لهذا العالم. يعني لا أعتقد أنه لابد التشكيك حتى في المراسلين، وكأنما يعني ترامب هو الوحيد ومناصرينه من اليمين المتطرف الذي لديهم المعلومات الحقيقية. المعلومات الحقيقية تقول أن لا زالت الأمور تمشي بشكل واضح جدا في ولاية بنسلفانيا. التصويت والفرز يتم على مرأى ومصنع من العالم، هناك كاميرات على مرأى ومصنع من العالم تتم حصر ونظر في هذا التصويت، كل صوت يتم الكشف عليه باثنين مختلفين، ثم يعود إلى مدير المجموعة لرؤيته. محاولة التشويش في عملية الانتخابية هي محاولة للأسف غير حقيقية، وقد قال رئيس الـ FBI الذي عينه دونالد ترامب أنه لا توجد أي دلائل على أن هناك عمليات محددة للتزوير بشكل معين. على العكس، فإن هذه السنة بالذات نظرا لما يقوم به ترامب دائما هو التخويف، كل ولاية اتخذت احتياطها، بالذات ولاية بنسلفانيا تم تشديد الأجهزة وتم إعداد أعداد غفيرة على عكس ما يقوله ترامب وعلى يقوله كل مؤيديه. ولذلك نحن يعني نؤمن بالديمقراطية الأمريكية وليس الترامبية التي تسعى الآن لتغيير منظومة هذه الفرقة لغرض التواجد اليميني المتطرف. نعم، ابقى معنا رجاء سيد مهدي. إذا ننتقل إليك أستاذة هبة، وأجدد الترحيب بك. إذا يعني من أقصى الشرق من بنسلفانيا ننتقل إلى الغرب إلى نيفادا، هل لنيفادا أن تحسم السباق لصالح بايدن، أم يعني ويتوج بالتالي بايدن رئيسا للولايات المتحدة، أم علينا انتظار نتائج الحسم لدى ولاية أريزونا التي اعتبرها البعض بأنها حسبت لبايدن؟ ويعني استمعنا إلى تصريحات دونالد ترامب يوم أمس بأن هذه الوسائل الإعلامية قد اقترفت خطأ. نعم، في الأحوال العادية يحتاج المرشح الديمقراطي جو بايدن إلى أصوات نيفادا فقط لتكفيه للوصول إلى رقم 270، يحتاج فقط أصوات ولاية واحدة. نيفادا هي أقل الأصوات، يعني تملك 6 أصوات في المجمع الانتخابي، لكنها تكفيه للوصول إلى الرقم السحري 270. إذا حصل على بنسلفانيا فهو سيتعدى 270 بامتلاك 20 صوت من بنسلفانيا. لكن المشكلة الآن هي أن حملة ترامب تسعى إلى الطعن في كافة نتائج الاقتراع في كافة الولايات الأمريكية التي جرت يوم الثلاثاء. وبهذا سندخل في دهاليز معترك قانوني قضائي يتشكك ويأخذ وقتا طويلا في حسم المعركة وفي حسم ما إذا كان تم هناك إخفال لبعض بطاقات التصويت، ما إذا كان هناك أدلة كافية يمكن النظر إليها لدى القضاء لدى القضاء في ساحات المحاكم في عدة ولايات. المسألة كمان أن حملة ترامب تريد وتتشبس بالفوز وترى أن هناك الكثير من الأخطاء التي شابت هذه العملية الانتخابية، وتدخل أيضا أطرافا جديدة هي هيئة البريد الأمريكية كطرف في الصراع القضائي، أدى إلى تأخر التصويت بالبريد، أدى إلى فقدان بعض الأصوات، أدى إلى عدم حسم النتيجة في النهاية لصالح الرئيس ترامب. وبالتالي سندخل في دهاليز يعني معقدة للغاية من التعقيدات القانونية، ومع إطالة الفترة لوقت طويل بما لها من تأثيرات وتداعيات سلبية داخل الأمريكي، واحتمالات نشوب عنف واشتباكات، وأيضا على الساحة الدولية كل الدول التي تعد يعني كل الدول تراقب الولايات المتحدة وتراقب هذا الموقف المتأزم، ويمكن أن تستغل هذا الموقف في تعزيز بعض الطموحات الإقليمية، في القيام ببعض الهجمات، في القيام باستهداف مصالح أمريكية، في القيام بتجارب صاروخية مثل كوريا الشمالية على سبيل المثال، أو المساهمة بمزيد من
في حملات أستاذة هبة. نعم أستاذة هبة ابقي معنا لو سمحتي. سيد مارك، لماذا يصر ترامب؟ نعم ربما تريد التعقيب. مع كل الاحترام أنا آمل أن المشاهدين يفهمون أن ما قيل هنا هذا الأمر محض سخرية، لا يعرفون عما يتحدثون ولا أعرف من أين يحصلون على هذه المعلومات. أريد أن أقول لكم أولا أن بما يخص موضوع بنسلفانيا أن إدعاءاتنا هي أن هذه المعطيات تم تلقيها على يد القاضي، هذه ليست محض ادعاءات، ونحن نريد المراقبين أن يدخلوا أن يفحصوا هذه الأصوات وفق قانون بنسلفانيا. وكما قال الدكتور أن كل شيء شفاف، يمكن للجميع أن يرى ذلك. هذا الأمر كاذب، حتى القاضية تقول أن هذا الأمر غير منطقي، هي قالت هذا اليوم وقررت وأمرت فورا بأن يدخلوا مراقبين الذين لم يكونوا موجودين هناك من قبل، لذلك هذا هو الأمر غير الصحيح. وبما يخص موضوع بنسلفانيا وتحدثوا عن اليمين المتطرف وترامب، هذا الأمر أيضا كذب، أنا لا أعرف من أين يحصلون على هذه المعلومات، ولكن السيدة أيضا تتحدث عن نيفادا وأن لترامب أن لبايدن لديه فقط 6 أصوات مقاعد لكي يصل إلى 270، ولكن لديه 20 مقعد تنقص. ولكن سيد مارك بالمقابل عكس ترامب الذي لديه عدة إمكانيات للوصول إلى هذا الرقم. سيد مارك أيضا يعني لو الآخرون وكثيرون يقولون أنكم لو لم تصل بكم النتائج إلى هذا الحال لما كنتم تتحدثون بهذه اللهجة، الحديث عن التزوير، عن استغلال، عن الفساد، ولا كنتم ستلجؤون إلى القضاء. نحن نريد شيئا واحدا حاليا، وهذا ليس أننا ندعي أن هناك تزييف. أعطيك مثالا، مثلا في ولاية ميشيغان هناك من صوت ووفق وفق الموقع الإلكتروني لميشيغان اسمه ويليام برادلي، وهو صوت في الانتخابات في ديترويت بالرغم من أنه قد توفي في سنوات 80. وأنا أعطيكم مجرد مثال من ما يحصل هناك، ولكن ما نحن نقوله هنا أننا نريد عدا للأصوات، عدا دقيقا وديمقراطيا، هذا كل شيء، هذا كل ما نطلبه. إذا كان العد صحيحا أن علينا أن نكون هناك لكي نراقب هذا الموضوع، ربما يكون هناك تزييفات معينة أو أخطاء أو الكثير من الأصوات التي يمكن أن تقدم للجان الصناديق، صناديق الاختراع، ولكن ربما هناك من نسي أن يوقع أو من سلم الصوت بعد الأوان، ولذلك هذا ما نطلبه في نيفادا، في ويسكونسن، في ميشيغان، وأيضا في بنسلفانيا. نريد عدا واضحا ونظيفا للأصوات، إن كان كذلك أن نحن في النهاية يكون الأمر لصالح ترامب. مارك، أنتقل إليك سيد مهدي. إذن سيد مارك يقول بأن يعني الأمور سارت بمسار الخطأ، هنالك عمليا تزوير ناس قد فارقوا الحياة، وعمليا هنالك أصوات قد دخلت صندوق الاقتراع. بالمقابل بايدن وتصريحاته تعتبر هادئة نوعا ما، هل هذا الهدوء يأخذ أيضا في الحسبان إمكانية انقلاب الأمور بالكامل لصالح ترامب؟ لا، هذا الهدوء هو الطبيعي في المجتمع الأمريكي. لا تنظرين على هؤلاء اليمينيين المتطرفين الذين يتمنون فوز ترامب بأي شكل. كل ما كان له السيد مارك، لا أعرف هو يعني عاش في الولايات المتحدة الأمريكية مثل ماذا، لكن على مدى 40 سنة عملت في الحملات الانتخابية. تصحيحا لكل ما قاله، أولا في كل مكان اقتراع هناك ممثلين للحملة الديمقراطية وممثلين للحملة الجمهورية، وهناك جمعيات متخصصة ليس لها انتماء سياسي تراقب في كل لجنة، على عكس الأكاذيب التي يثيرها ضيفك الكريم. ثانيا، مسألة الانتخابات يتم تزييفها، أين كانت هذه الانتخابات قبل ترامب؟
يعني لماذا هذا العبث الآن فقط مع ترامب؟ العبث هذا لأن ترامب العوبة في يد اليمين المتطرف، ويحاول اليمين المتطرف سواء داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو خارجها أن يجد واحد مثل ترامب. لكن تشكيك في المؤسسات القانونية، تشكيك في المؤسسات الانتخابية، تشكيك في الولايات، تشكيك في كل شيء، هو الأسلوب الذي يتبعه هؤلاء، لأنهم يعني يريدون بأي شكل من الأشكال انتصار ترامب. ويفكرني هذا بهتلر، هذا ترامب هو هتلر الحالي، هو الذي يحاول الإغفال كل الوقائع الحقيقية. نعم أستاذ مهدي ابقى معنا لو سمحت، ربما هنا يعني نبقى في السياق فقط. نعم نعم لو سمحت أستاذ مارك، نتحول إلى الأستاذة هبة. لا سمحت سيد مارك ننتقل إلى السيدة هبة. أريد أن تفهموا شيئا مهما هنا، هذه الأقوال أن ترامب واليمين المتطرف سيقوم بكل شيء تحت أي ثمن من أجل الفوز. أنا أقول لكم أن الوقع هو على العكس. الدكتور مهدي لك حق الرد. نعم انقطع الاتصال مع يوسف ستالين، ربما يمكنه أن يقارنه بجوزيف ستالين. نعم لو سمحت سيد مارك، دعونا في سياق هذا الحوار ننتقل إلى الأستاذة هبة عمليا. أستاذة هبة، هل توافقين من يجزم أن بايدن سينتصر في صناديق الاقتراع وعمليا ترامب سيفوز، ليس في خلال صناديق الاقتراع وإنما من خلال المحاكم والقضاء؟ جزئية مهمة. أولاً نحن في الولايات المتحدة لنا قدرة على الوصول إلى صناع القرار بشكل مباشر وإلى المحللين السياسيين في كافة مراكز البحث العلمي. نمرة 2، في كل انتخابات في كل أنحاء العالم يكون بها مراقبون من كلا الأطراف السياسية والأطياف السياسية، وفي الولايات المتحدة كما ذكر أستاذ مهدي من جانب الديمقراطيين والجمهوريين ومن جانب جماعات حقوقية محايدة تمام الحياد، إضافة إلى مراقبة العالم كله لهذه الانتخابات بما لا يسمح بأي مجال للتزوير. لكن هناك قاعدة أساسية أن أي انتخابات يمكن أن تشهد بعض الأخطاء الإجرائية في فقدان بعض الأصوات، كل هذا أمر يعني مقبول ويمكن تحمله. لذا المسألة الآن لا تتعلق بالتشكيك في التزوير في يعني بقدر يعني يلقي بكل العملية الانتخابية إلى عرض الحائط، وإنما في بعض الإجراءات البسيطة. المسألة الآن ليس فقط التشكيك كما حدث في عام 2000 ما بين الجور وجورج بوش في ولاية واحدة، هي ولاية في مركز واحد في ولاية فلوريدا، وإنما يجري التشكيك الآن في مجمل العملية الانتخابية في كل الولايات الأمريكية، وبذلك نحن ندخل إلى معركة قضائية تغرق وقتا طويلا. وهذا الوقت الطويل وعدم معرفة يعني عدم اليقين من سيكون الرئيس رقم 46 هو التي تشكل مخاطر في حد ذاتها. المسألة الآن أن هذا الوضع الذي فرضه وباء كورونا، هذا الوضع الذي فرضه لجوء إلى التصويت بشكل كبير عبر البريد، فرض واقعا جديدا يجب احترامه. فرض واقعا أيضا أن الرئيس ترامب يحاول التشبث بهذا المنصب إلى أبعد حد، حتى في حالة إذا أعلن حصول بايدن على 270 صوت فنحن لن ننتهي بهذا الحسابات، بل سندخل أيضا في طعون قضائية تستغرق وقت. أستاذة هبة أعتذر الوقت سيدركنا. دكتور مهدي، قبل أن أتحول إليك سيد مارك، سأعطي دكتور مهدي يكمل فكرته في صلب الموضوع وفي صلب النقاش. تفضل دكتور في دقيقة لو سمحت قبل أن يدركنا الوقت. كما قالت الأستاذة هبة، محاولة التشكيك في المنظومة الديمقراطية كي يفوز شخص الذي هو سبب ما نعيشه من شقاق في المجتمع الأمريكي، هذا غير مرفوض، غير مقبول على الإطلاق. المسألة الدستورية
تمشي بخطوات واثقة. الولايات تحدد ما تريده، وليس ترامب، وليس يعني كما يعلم الجميع ليست الحكومة الفيدرالية. الولاية اختارت أن تمثل نفسها بهذا الشكل، أن يكون قانونها بهذا الشكل، وتقبلت، وعلى عكس القضايا التي تم رفعها من قبل حتى الانتخابات لمحاولة عرقلة الانتخابات. كل ما يقوم به اليمين المتطرف والجمهوريين هو أشكرك دكتور. أدركنا الوقت في نصف دقيقة. تفضل سيد مار قبل أن ننتقل، ستبقى معنا في الجزء الآخر، لكن تفضل في نصف دقيقة. شكرا جزيلا. بعد هذه التعقيبات أريد أن أقول شيئا واحدا، أننا لا ندعي أن هناك تزييف، ولكن لا لسنا متأكدين، من الممكن أن يكون كذلك، ولكن من دون المراقبة الصحيحة لا يمكننا أن نعرف. ولكن ما نقوله هو أعتذر سيد رئيس حزب الجمهوري في إسرائيل دكتور مهدي العفيفي، وأيضا سيدة هبة القدس، شكرا لكم جميعا ومشاهدينا الكرام.